السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة، مرحبا ألف. طبعا كيف تفتح الأسعار الرخيصة بالنسبة للدوريات؟ تخش على الجوال، مكان استعراض، هذه 6 سيارات، كيف تفك السعر الرخيص عليها؟ السعر الرخيص، ركز معايا، السعر الرخيص. طبعا هذه عشان تفك السعر الرخيص حقها تلعب أول مهمة من مهمات حرف الفي، تمام؟ حرف الفي، خلينا نشوفه ظاهر عندي في الخريطة ولا لا، اللي هو هذا حرف الفي، تلعب اول مهمه بس تنفعك تنفك معك حقه الشارجر. طيب كيف تفك على باقي الاسعار الثانيه، السيارات الثانيه كيف تفك السعر الرخيص عليها؟ طبعا هنا عندك تضغط R3 ضغطه واحده، انا عشان دوبي لعبت مهمه فما يمديني، تضغط R3 ضغطه واحده وامشي، تكون مقفل الشركه او الموتورسايكل كلوب. بعد ما تضغط R3 تضغط سهم يمين وتبدا معك مهمه. طبعا بين المهمه والمهمه ياخذ وقت شويه، وقت شويه عشان تبدا مهمه ثانيه. طبعا خلينا نخش هنا نشرح لكم ذي. هنا عندك هذه السياره عشان تفكها لازم تلعب 5 مهمات من مهمات الدوريه نفسها، عرفت؟ وهذه 4 سيارات تنفك عشوائي، ممكن تفك هذه اول، بعدين تفك هذه اول، احيانا تفك هذه اول، احيانا تفك هذه اول، عادي انت وحظك. بس هذه تنفتح اذا لعبت 5 مهمات ويجيك في النهاية فوق الخريطة شعار انك زي التروفي، هذه هي تروفيات الليل، عارف جائزة اتوقع 800 ار بي اذا كملت 5 مهمات وبس. هذا كان كله في المقطع، ونشوفكم ان شاء الله مقطع ثاني، ومع السلامة.